يجنسين عزاما مقرانا نغزر أمزاض يتعزم تنظل تكردا نعزة نسلوين تقدودا ماني نعر أنغلاف انتغوسيوين لتموسني أد الأوقاف دان ظروف عمان أدمدن نغزر أمزاض أدمدن دتغرسن الشيخ إقار يوسف عثمان دسات الإقبال دام قران سميدن لم شيخ نغزر مزاب أمس نكتل حالة نقبال سواني يكتب يوشا مقران تدرى تنضلتنا المرحوم الشيخ ناصر المرموري إقن سيود ماول لم شيخ دين عزما نغزر مزاب د الشيخ نواس قاموني عزبنا غرم القرارة سجل عمر 84 سقاسن تنضلت نومني تو تدرى تمشيدات زلوك تلقرارة صنعارا غلاف نتغوسي وين الدين الوقاف دون أرزوف نطمورتن سلطان عمان نتزاير ديمس جارن الولايت دميدن دين المدن يلمدن ففوس أو تنضل توعزم ديس التعزية تدفر ومن توعزم ديس تفريت نسلوين تردودا مس عبد العزيز بوتفليقة يسي ولديس فوعزس يتوشولت دميدنس يبد في خدام نيسجا تمدورت المدن. لقد شب المرحوم في أسرة العلم والأخلاق وتشرب من مشايخها حسن السلوك والاقتداء الرفيع فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ليعلو نجمة بين أقرانه في مسلك وفي مسقط رأسه إماما ومعلما وقد نذر حياته وما امتلك من قوة الإيمان ليكون واحدا من مشايخها بما ترك من مؤلفات ومساهمات في مختلف الملتقيات الإسلامية الوطنية والدولية وإذ أعرب لكم عن خالص تعازي ومواساتي فإنني أدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته. الشيخ الناصر محمد مرموري دي قنو دمنا الخير دي كتمدورت الشورس وخدام دي برسن تمثالين الدين دو عزام يحفظ ضليسنا القرآن العمورس 15 نيسو قاسن يستعزم الشريعة توتليتن تعربت دي قنسو دمون نسقمون عمي سعيد دا سلوين نسقمون يعزبن أغرم لقرار سيسو قاسن 2004 غير سيخدام دي زالك صدليس دي برسن تشليلي بضيا دي قنو ورجاز يتوسن سيقدين ربي دا الحال زعيم السوان عزام الشيخ ناصر مرموري يزوى قيمن دي خدمنس ربا ترحم يسوس عغيفس إجروان غئيدس دي الرحمتس. الشيخ ناصر المرموري نتدق ناسير جزان يزعل كأن الزاير إلى عفرنا خدام الإصلاح نتدون عزام مقران الشيخ إبراهيم بيوض ماني الشيخ النغي جد تشليس ندعوة داني دي الزاير دي أيولو تيمورات تيمسلمين إيوال النجار استمدورت الشيخ إيد قاسم بحمني الميلاد بالهجري 1 رجب 1345 بالميلادي 7 جنفي 1927. دروس التفد حد العمر 84 نيلان غرست ونجيم تقوى الشيخ الناصر المرموري إلا ندولد لقل المرجع دم قران منظروي نتي غرسان دت زير. أنت إذا وضعته مع الفقهاء فهو من زمرة كبار الفقهاء. ماني غتسرسد قاع التفت أنت دي قنس ينعزم من يزعلك دي قنس يزعلك دد باب النفسون دد سكلا سواسي لا يحفظ أمتش أمزروي دقي ميد السلاء للتجيوين مترفهين فهو كذلك من كبار المرفهين على النفس. الشيخ الناصر يعزم التربة أغر من القرارة يعرض القرآن لعمر سمراود سمس نيلان بعدس يتفي وعزم دي معهد الحياة غل الشيخ بيوض المشايخ دي اثنين دفر وموي بدأ أسعز من الفقه دي الحديث دي التفسير أسقس 1947 دي توفى درست علي نوز عزم غرس الإنشاء الأدب دي البلاغة يصقدع 64 نيلان دس عزم دريس في معهد الحياة أسقس 1971 يتفي الشيخ تعزبت أما الشي بدأ وعد تمشيدة تزعلوك أسقس 75 من يتوسنس الأسلوب السوحدي نوعد الدي دول دروس الشيخ الناصر توقنا سيور رمضان. ومن جملة ما يقول فيه أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يتوفى الشيخ جد فرس من نون سوايين دل المقالات دي قنيد لصمي سمس مختصر تفسير الشيخ بيوض في رحاب القرآن دي تامن المجلدات ربات يرحم يوشان غير جزن أدخل في بعدس وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ربي يرحم الشيخ يسوع السعى غفس.